ببلدي اشتهرت بزراعة الذرة وبتقليد أصبح سنوي، عم تشهد منطقة بكفية على مهرجان الذرة السنوي يلي جمع كل مزارعي الذرة لبيع منتجاتهم بالإضافة لعشاء قروي. هالمهرجان يلي عم بيلقي الضوء على المنتجات الزراعية اللبنانية مستمر هالأسبوع 11 12 و13 من يوم الجمعة فأذن ليوم الأحد المقبل بساحة السرايا ببكفية. تقرير مبسوطة فرح ومبسوطين ان شاء الله، يعني مهرجانات هيك دايما من لبنان تكون عامرة. جيت على بكفية، هلا انا مش من بكفية، تأتفرج لقيت اهله ما في منهم وجرئته احلى واحلى، وان شاء الله تضلوا بهالهمة. رغم الظروف الأمنية والسياسية المتشنجة، صيف لبنان بيتحدى سوء الأوضاع، وقافلة المهرجانات بتستكمل طريقة لتحط بمعظم المناطق. وإذا كانت بعض البلدات عاجزة عن إقامة مهرجانات دولية ضخمة، إلا أنه البحث عن سبب وإن كان صغير للفرح مهنة ما بيتقنا إلا محبي الحياة. بلدة بكفية المشهورة بفاكهة الدراء أرادت أنها تقيم وللسنة الثانية على التوالي مهرجان الدراء السنوي بمجهود مجموعة شباب وصبايا من بلدة بكفية والجوار. عم بشتري دراق بكفية، احلى دراق بكفية واطيب دراق. دراق وتفاح ونجاز كله بيطلع بكفاية. مهم تشجيع المنتوجات اللبنانية. أكيد أحلى منتوجات، منتوجات لبنان. بده يطلع الدراء منيح، بيطلع مثل المشمش، إذا ما تفرد ما تنقى ما نرش بوقته ما نحط له سماد مثل ما هو لازم. منطقة بكفية سياحيا واقتصاديا وغيرها، ولقينا انه لازم نكرم هيدا الثمرة ونعملها مهرجان لها. مهرجان كتير حلو، يعني ان شاء الله على طول تضل بكفية هيك عمرانة. كتير حلو، أول مرة بنجي علينا احنا. عبال كل سنة، عبال كل سنة، كتير حلو. أهل بكفية شربات. أجنحة متعددة تنوعت بين المأكولات والمشروبات، بوزة عدراء، مربى الدراء وأيضا مشروب الدراء، والغريب بالموضوع أنه هنالك منقوشة عدراء. بهالمنطقة كانوا بيأكلوا جبنة بيضاء وبطيخ ودراء أنه مربى، قلت أنا فكرة حلوة نعملها منقوشة وزبطت وكل العالم حبتها وصاروا يقصدوا كل فيستيفال الدراء ببكفية. أول شيء شراب الدراء، أول مرة بينعمل شراب دراء، ضليت اشتغل عليه جمعتين لطلع معنا، هلا رح ذوقكم اياه وبتشوفوا شو طيب. كان الزمان وكان في دكاني بالفي وبنيات وصبيان يجي نلعب على المي. نحن عملنا بوزة كمان بي. عملنا بوزة على الدراء. نحن أصلا بنضل فرحانين، يعني حلو الفرح وحلو رجعوا الجو بكفية ترجع تعيش، يعني كتير حلوة وأنا حنا السكران بحبه كتير. العشاء القروي اللي تميزت فيه الضيع بالماضي واللي بيت تقليد لمعظم البلدات حجز مكانه بالمهرجان. خروف مشوي، أطيب لقمة هريسة ورغيف سخن على الصاج، واللي ناوي يخفف وزنه نصيحة ما يقرب على المهرجان. هيدي هريسة عاملينها بقلب كفاية، عاملينها بلحمة، جايين مع زيت لحمة الخروف اللي عم نستعملها. عم باكل هريسة هلا، طعمتها كتير طيبة وكتير سخنة، فبتمنى من الأشخاص اللي عم يحضرونا إذا فيهم كمان يشاركوا معنا المهرجان وتفضلوا.
كثير طيبة دوقيا. نحن والعصافير كنا بالحي ندور، صوب الدكان نطير حاملين غمار زهور، يبقى حنا السكران بالهوى على الحيطان عم بيصور البيض كل جيران. عم بعمل خبز، خبز كثير منيح ومفيد للصحة. اليوم عشاكم خروف، ندعي كل العالم تيجي تشرفنا على ودو أطيب خروف عنا ببكفايا. أكيد بنا الرواق قبل كل شيء، بنا حضوركم أنتو جننوا. اليوم اللبناني بحاجة لمهرجانات مثل هيدي حتى يجتمعوا كلهم سوا ويرجعوا للأصول القديمة ويرجعوا للبنان. بريد السلام أول شيء، والشعب اللبناني يرجع كله على بلده ونعيش مبسوطين، وإن شاء الله كل أيام يكون حلو وعقبال كل سنة. نتابع حلقتنا. الدموع دفعته إلى الفنون، ولكن الفن من نوع آخر، الرسم من عيونه. تفاصيل بهالتقرير. لياندرو غراناتو فنان أرجنتيني، بيرسم من عيونه، بيتنشأ أو بيقطر الألوان المخلوطة خصيصاً حتى ما تقضي جسمه، وبقطرات الألوان بيرسم. رؤيته خلال عمله ممكن تضايق البعض، لكن النتيجة فعلاً خلاقة. هالأخير كان يبكي من الحزن وقال إنه الدموع هن أصدق من الكلام والأفعال. تمرن، واليوم معجبي بيحملوا معهم من المعرض رسمي لالياندرو مع دمعة. بوقت في عدم استقرار عم بيمرق فيه القطاع السياحي بلبنان نظرا للظروف الأمنية، وتحت عنوان الآفاق المستقبلية للسياحة في لبنان، نظمت جمعيتي الميدان واللبناني بالتعاون مع بلدية جبيل مؤتمرا الأول كخطوة أولى نحو وضع استراتيجية سياحية وطنية. تفاصيل كلها منتبعها بهالتقرير. بعد 3 سنوات من التراجع السياحي، عاد الأمل اليوم يدق أبواب المؤسسات السياحية والأسواق التجارية، مستفيد من عوامل كتيرة أبرزها رفع الحظر الخليجي على لبنان والاستقرار الأمني النسبي اللي عم يشهده البلد. لا السنة عم بيقولوا إنه الوضع كتير منيح وجاي سويح كتير. لا متوقعينه منيح، رأت الأوضاع شوي بلبنان على الخفيف، بعد ما اجش بكثرة مثل قبل. يعني السنة لازم تكون منيحة، الوضع متحسن شوي، ما فيش انفجارات والمشاكل والاخبار. الأجواء العامة السياسية إنه مشجعة، عم بيقولوا إنه في موسم سياحي كتير منيح ومبين على الأرض. هلا شو الوضع كيف بخلوه يصير وين ما بنعرف، لأنه هذا شيء مش بإيدنا نحن، بإيد ناس هن بيقرروا أو بمشوا الصيفية تكون منيحة أو بمشوا الصيفية مش منيحة. منسوب التفاؤل اللي بدأ بالارتفاع مع بداية الموسم السياحي عاد اليوم ليستقر ويشهد بعض الانخفاض، متأثر بالأجواء الضبابية بالدول المجاورة وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهو الأمر اللي عم بيثير مخاوف عند المستثمرين بتدهور جديد وتفويت موسم آخر على السياحة بلبنان. هن عم بيقولوا أنه السنة أحسن، بس كيف منك شايف هيدا سوق جبال؟ لا في سواح ولا في غربية، كله بلديات بلديات، إذا ما جاء حدا من برا ما في شيء. لا رئيس عندك ولا وضع سياسي منيح ولا وضع أمني منيح،
شو بدك تتأمل يعني؟ نحن متوقعين أن يكونوا منيح، بس أنا شايف التطورات اللي صارت باليومين رح تأثر كتير على لبنان. اللي صارت بالعراق يعني مثلا امبارح بيطلع لك مانشيت داعش في لبنان، هي بتخوف الناس أنه يجوا على لبنان. معلش دفع بجمعيتي الميدان ولبناني بالتعاون مع بلدية جبيل بتنظيم مؤتمر حول الآفاق المستقبلية للسياحة بلبنان، وذلك بمحاولة لتخطي المشاكل وتقديم حلول عملية وواقعية للمؤسسات السياحية بتساعد على النهوض والاستمرار. بس عم نبتدي خطوة وعم نتعاون نحن وكل الجمعيات وكل الأشخاص المهتمين انه نبتدي بموسم جيد للسياحة لنفعل السياحة بلبنان جديد. انا بقدر خبرك عن جبيل انه وضعنا خطة وصورة مستقبلية للسياحة في مدينة جبيل. عم نعمل استراتيجية آلية نشاط، ما بدنا نسمي انه حتى ما يطلع كمان كله بالحكي، نقول نحن هذا لبنان من هلا لعشر سنين كيف بدنا نشتغله. خلينا كمان يكون عنا طموح، خلينا نحلم من هلا لعشر سنين وين بده يروح لبنان. في المفتاح الأساسي بأول شيء استقرار أمني وسياسي، ومن ثم بنحكي بكل شيء تاني. المطلوب بالدرجة الأولى انه يكونوا السياسيين متفقين انه هذا وطن نهائي ونحن مسؤولين عن أمنه واستقراره. التوقعات الإيجابية ما زالت مشوبة بالحذر، والأقوال ما زالت بحاجة لوقت وتصفية نوايا لتتحول لأفعال، ومن هلأ لوقتها الوضع ما زال عم بيراوح بدائرة الجمود. نتابع حلقتنا مع ضيفتنا لليوم أنتوانيت أسمر معاز، أستاذة مسرح بأتوليه دو تياتر بتياتر الأتوني بجوني. أتوني بجوني بين أتوليه وأتوني ضاعت شوي. رح نحكي عن نشاطاتكم الجديدة، بس خلينا نقول أنه الأتوليه افتتحتوه بصيف 2012 بضمن نشاطات للأطفال يلي عمرهم بتبلش من 4 سنين لـ14 سنة وأكتر، وهلأ بالصيفية أو بأول الربيع افتتحتوا كمان أتوليه دو تيلي خاصه بالتلفزيون، بقى نشاطات كتيرة. هي الفكرة بلشت من 2003، هيدا مشروع مدام رانيا فريم، هي مديرة مؤسسة جورج فريم. نعم. إيمانا منا بأنه الأطفال هن مستقبل هالبلد، كرست مسرح الأتوني جوني مسرح دايم للأطفال. فرق كتيرة اجت قدموا عروض، ألوف الولاد من لبنان اجوا حضروا. بس بال 2012 قلت ليش مش هن هالولاد بيتعلموا تياتر وهن بيعملوا المسرحيات العروض. وهيك صار. كم ولد يعني من 2012 هلا مرقوا بهالاتوليه؟ ولاد كفايين بعدهم هلا في جروب، اول جروب تقريبا بلش معنا بعده لهلا، وبتعرف انت 3 سنين صاروا برو. في عدد تقريبا قديش يعني بلشتوا بقديش بال 2012؟ بلشنا كنا شي 12 تلميذ، هلا وصلنا على 50. هلا اوقات بيزيدوا بكل دفعه في 50، مش دفعة هلأ. نحن مقسومين صفوف يعني من 4 لـ6 سنين صف، من 7 لـ9. حسب كل أعمار هلأ بيارات بتعرف منيح لأنه هي ممثلة، إنه كل عمر أكيد في له إكزرسيسات معينة يعني، كل عمر تتوجهي له بطريقة معينة خاصة بتختلف. وكل ما كبروا بيصير الشغل أصعب أصعب. مين عم بيعطيهم؟ أنا. حضرتك وحدك؟ وحدة لهلا. هلا اذا بعد كبر اكيد رح تستعينوا بحدا، تستعين بحدا ثاني. طيب كيف يعني دواماتهم؟ كيف نعرف بالشتاء في مدارس الان؟ هلا بالشتاء اكيد بعد المدرسه كيف الاكتيفيتي الدانس والهيدا، بالصيفيه بناخد وقتنا. طيب شو بيساعد المسرح والتمثيل لشخصيه الطفل خصوصا انه عم ببلش بعمر صغير؟ يعني من كل الاكتيفيتي اللي بيعملها الولد، المسرح اكثر شيء بيساعد شخصيته لانه شامل. صح. بيشتغل على كل ابعاده، يمكن بخليه كمان يتخطى الخجل يلي جواته. اول شيء بيوثق بحاله، بيرجع بيوثق بالاخرين لانه في ترافايدو جروب. بيرجع بصير يعرف يحكي، يتنفس، يتعامل مع العالم، الكونكشن تبعيته بتصير اقوى، عدا الساتيسفاكسيون اللي بحسها بالاضاءه والزقيف يعني هو بتلاحظ هالشيء عند الاطفال؟ أكيد. كيف لاحظ؟ بس اطلع بالريفيرانس اخر شيء، بس يكونوا طلعوا بصيروا يضووا.
عنجد هل قد بيكونوا مبسوطين بهالتجربه؟ بالارتجال كيف عم بيكونوا الاطفال؟ يعني قديش خيال اطفال هيدا الجيل ما بعرف ما له حدود ما له حدود خيال وكل انا يعني صار لك كثير عم بعلم هلا كل جيل عن جيل بصير اوعى وبتعرفي قد ايه في اشياء مفتوحه قدامه مزبوط وبيصير عنده جرأة أكتر وأكيد وبيستفيد من التطور بيصير يستغل كل شغلة ليعمل لها خيال على زوجه وبتزيد مخاوفه من هالأشياء اللي عم بتصير حوالينا بيعبروا عن مخاوفهم هو دافون مام بالنهاية المسرح الإنسان اللي ما بيقدر يعبر بالمسرح بيعبر بيعبر بطرق عديدة كمان مزبوط أنتوا دايما عم تختاروا كمان من خلال عمل مسرحي دايما يعني كل فترة عم بيكون في أعمال مسرحية لكل الأطفال كمان الآخرين يجوا يشوفوا شو الأعمال هالأعمال إمتى عم بتكون يعني المسرحيات العروض إمتى هلا مبدئيا بالسنة عم نعمل ثلاث عروض كبيرة على كريسماس يعني بنعمل سيسيون كبيرة وآخرها بنعمل عمل أكيد من أواحي الميلاد بيرجع بالسبرينغ تايم نعمل دو سيسيون كبار ونعمل سبيكتاكل كبير وبالصيفيه وهلا مثل ما قالت جوال مؤخرا بلشنا بالتالي وهيك عم نعمل فورماسيون كامله للولد يعني بكره شو ما اشتغلوا قادرين يوقفوا يتعاطوا مع الكاميرا نعم هول تلاميذكم عم نشوف مشاهد من اعمال سابقه هذا عمل اسمه اورويوم دو تان نحن بلشنا فرنسي لانه الاولاد كلهم بركوا على الفرنسي كثير قليل اللي بيحكي عربي بس مدام رانيا قالت اللي ما بيعرف لغة بلده ما رح يحبه سو هلا اخر عملين اشتغلنا معهم عربي اكيد كل مسرحية بنحملها ايام بنحملها مشروع فكرة رسالة هدف لانه المسرح اذا ما في ما بيحمل شيء للببليك بكون بلا قيمة طيب خلينا نسمع شوي لنشوف كيف عم يشتغل The 100 milligram, the zero, aromatica. La lune va devenir pleine. Va, va! Oh mon Dieu, c'est la fin. Pardonnez-moi mes enfants et n'oubliez pas que je vous aime tous. Oh! شفنا هالتفاصيل شفنا اول شيء قديش شغلين على الازياء قديش شغلين على الديكور الاضاءه الرقص يعني عمل مسرحي متكامل يعني عم نجرب نعمل مسرح بمستوى للاطفال يمكن بالمنطقه كلها بعد ما اشتغلوا على الشريحه من يعني قصدك انه لو كانوا اطفال فيهم يشتغلوا على مستوى معين من التمثيل يشتغلوا اذا بدك احلى من الكبار انا شغله مع كبار الولد بيبقى عفوي أكثر عفوي كله انرجي حلو على المسرح شكله كل شيء الولد هلا القسم يلي خاص بالتلفزيون يلي افتتحتوه مؤخرا شو بيختلف عن المسرح هلا بين المسرح والتلفزيون اختلاف كثير كبير. كبير بس بالمسرح بتكبري الحركه كله اوفر بينما على التي في بده اول شيء يعمل فوكس ويطلع بالكاميرا و بتعرفوا انتوا قد اصلا انتوا صرتوا بس الولد اول شيء بيدوخنا تيركز عيونه مزبوط. يعني هول كلهم بيتعلمون اكيد لفظه طريقه وقفته كل شيء الاتيتيود تبعه بس شو عم بيتعلموا هلا نحن عم نقدم بروجرام اشتغلنا بروجرام كامل منه ثقافه في شيء كان 18 سيكونس عن كل شيء ممكن يهم الولد في مشاوير وعن الانيمو وعن كل شيء ثقافه واجتماع حتى نيوز بيعملوا في كيدز شيف بيحكوا عن الطبخ هلا الموسم تبع الصيف رح نبرم بلبنان رح نبرم على جبال مثلا بقضوا نهار هونيك هن بيعملوا انترفيو مع العالم بنفوت بس نحن رح نشوفهم هالمشاهد اللي عم يعني نحن عم نعملهم مع تيلي لوميير يعني رح يطلعوا على شاشه التلفزيون الله راد ان شاء الله بالاول الشتاء بتبلشوا تعرضوا الاعمال يلي نفذتوها رده فعل الناس وتفاعل الاهل يعني رده فعل الاولاد وتفاعل الاهل معهم يعني قدرتوا تعرفوا من الاهل مثلا اي اختلاف صار بالولد من خلال شخصيته طريقه تعبيره اكيد في اولاد حتى عندهم اوقات بيبقى مشاكل بياخذون عن اورتوفونيست وهيك بيجيبون على المسرح بيرتاحوا يعني ما بقعد بده علاج الولد المسرح هو ساتيسفاكسيون كامله للولد من خلاله بيعبر عن كل شيء وبيتعود يظهر من مش بس للولد حتى يمكن للكبار لانه في ورش عمل كمان مخصصه للكبار هون السؤال بتفكروا كمان هيك تخصصوا للاهل عملنا دوره قبل كان عندي تلميذه بال64 كانت رائعه
يعني في ناس كتير كان حلمهم يعملوا تياتر. العلاج بالدراما معروف 100%، وفي ناس كان عندهم حلم وما حققوه. ايه؟ يعني بتعرف انت هاي الرغبه بتضل بقلب الانسان ليموت. المسرح فتحتوا لهم مجال وشاركوا بعمل مسرحي الكبار. لا. اوكي بس عملوا ورشة، بتعرفي بس كبر عدد الاولاد اضطرينا نركز ايه؟ على الاولاد، على الاولاد هن الاولويه. خلينا نشوف كمان مشاهد. يلا بعد شوي بنشوف، بعد ما جهزت مشاهد. هلا العمل الجديد اللي عم تحضروا له شو هو؟ هلا بالصيفيه رح نعمل مثل ما قلت لك، عم نشتغل اكثر على التلفزيون، رح نعمل رحلات مسرحيا مخففين، مسرحيا رح نحضرهم، رح نعمل لهم فورماسيون مثل ما كانت عم تقول. نحن بالتياتر في انواع من الاكزرسيسات، في اكزرسيس تكنيك بتشتغلي عليهم، وقفتهم، نفسهم، لفظهم، ديبلاسمون، ريتم، وفي الامبروفيزاسيون، الارتجال، بتعلمهم ينموا خيالهم ويعبروا اكثر، وفي اكيد الميم، تمثيل الصامت. هول كلهم بنشغلهم عليهم، اخر شيء بنبلش يعني بنجيب سكريبت، بنعمل كاستينج، بنفرق الادوار وبنبلش نشتغل. يعني اوقات بتاخد عمليه طويله. عمليه طويله. طيب يلا بنرجع بنشوف. يلا هيدي الليلة أحلى ليلة عندنا بالسنة، ليلة نوال. أكيد بابا وماما عم بيحضرولنا هدايا لعيد. من شوي وصلوا لعيد غسل مايخ، أنا شفتهم من الشباك، كانوا حاملين معهم كادو كبير. ياي أقولك شو جابولنا معهم؟ أكيد أمبو جاختا. أكيد نو، بيكونوا جابوا أن غران شاتو مع سولدات يحرسوه ومدافع وجيوش. أنا ما بحب المعارك ولا الحروب. لا شو؟ الحرب تقتل كل شي حلو. شش وصلوا وصلوا، هيدا اسمه كاس نوازيت. كاس نوازيت حبيته كتير، في اخته أنا كيوني بازنز. المشهد على المسرح دايم نحلم، نحن كبار وعم نحلم بالديكور وبكل هالعناصر اللي عم نشوفها. الاولاد قديش هن كمان عم الاولاد عم بقول لك بيطيروا على المسرح. هيدي كاس نوازيت بتعرف انت البولشوي بروسيا عاملينها، يعني من اهم الاعمال. صح. عم نجرب نقدم احلى نيفو ونشتغل على هالولد تنحضر كمان احلى انسان للمستقبل. كم عرض بتنعرض مسرحيا؟ يعني كم ليله بتعرضوا؟ هلا هي للاسف كل مره قد ما بناخذ سكسي بنقول يا ريت بنرجع بنعيدها. بتقولي لي ليله واحده؟ ليله واحده. لا حرام هيك عمل عن جد، ما تعلمتوا ترجعوا تعيدوها مره ثانيه. هلا كل مره بنقول قد ما بناخذ كومبليمونات على العمل وواو وما شفنا هيك، حتى اخر عمل اللي عملناه كان يا ما كان بعد ما كان في ناس اجانب، واحد جايبهم قال يا عم مش رح يفهموا اللغة انه عربي، قال له انا باوروبا ما شفت. مش حلو احكي عن هذا، بس انه عن جد الاولاد عم بيقدموا عمل كتير حلو، واكيد البرودكشن الكبيرة عم بتخلي العمل يكون بمستوى كتير حلو. وهالشيء نحن واضح ولمسنا. السيدة أنتوانيت أسمر معاز، أستاذة مسرح بأتوليه دو تياتر بتياتر أتيني بجونيه، نحن بنشكر حضورك معنا، بنسلم على كل الأولاد، يعطيكم ألف عافية ونحن ناطرين أعمال جديدة لإلكم. ميرسي كثير لإلكم، وأنا بتوجه لكل الأهالي اللي حضرونا هلا مع جمهور الفيوتشر، كل الأولاد الموهوبين، إذا بحبوا نحن بكره رح نبلش، بيقدروا يفوتوا على البيج تبع تياتر أتيني جوني أو على الويب سايت. ميرسي كثير لإلكم. أهلا وسهلا فيك. بريك ونرجع نتابع اخبار الصباح، خليكم معنا.